ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%. هذا وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين وصل إلى حوالي 88.1 مليار دولار خلال عام 2022 بزيادة بلغت 8 مليارات دولار وبنسبة ارتفاع قدرها يصل إلى 10.1%.